النزاع يتصاعد بين الصومال وإثيوبيا بسبب أرض الصومال، وتركيا تدخل على الخط، فما الذي يريده كل طرف؟ أنقرة استضافت مفاوضات مصالحة بين حكومة الصومال وإثيوبيا حول إقليم أرض الصومال. الإقليم أعلن استقلاله من طرف واحد عام 1991 بعد حرب أهلية، ولم تعترف الصومال رسميا بهذا الاستقلال، ولم يحصل على اعتراف دولي. يمتلك الإقليم موقعا استراتيجيا على خليج عدن وبحر العرب، ما جعله محور اهتمام دولي وإقليمي، ورأت فيه إثيوبيا المجاورة حليفا لسعيها للحصول على منفذ بحري. فوقع الطرفان اتفاقا يمنح إثيوبيا استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر تجاريا وعسكريا، مقابل اعتراف أديس أبابا بالإقليم دولة مستقلة. وهذا ما أشعل الخلاف بين إثيوبيا والصومال. لتتدخل تركيا، فساحل أرض الصومال يعتبر بوابة استراتيجية إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما جعله مهماً لطموحات تركيا الاقتصادية والسياسية في القارة. كذلك فهي تسعى من خلال دبلوماسية المصالحة لتثبيت نفوذها هناك.